السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي السنة الثالثة، هذا طائر النورس يجي هنا آني لأن أعطي أكل. الشتاء يروح لأن هنا شتاهم كلش قاس وثلج، وهو هذا النورس يتحمل درجات الحرارة المنخفضة يعني بالثلج والجو البارد ما يهمه، بس الأكل هنا يقل فيهاجرا على المناطق الدافية. فسبحان الله هاي ثالث سنة يجي هنا ويقابل الشباك ويظل يصيح من يجي بهيش موسم. والله العظيم هاي ثالث سنة يجي هذا الطائر هنا وأنا أنطيخه بس ويوقف هنا وكأنه يصيح. سبحان الله، يعني ما ينسى باقي بذاكرته، يعني يعرف هو مني هاجر ويعود راح يجي هنا يندل المكان مالته ويجي يحصل على الأكل ويشبع من عده، راح سوى شبع وطار. بس هسه لأنه ما يخليهن الخبزات يرجع عليهن ويأكلهن. سبحان الله.